خطير. شيء مجنون هذا. في هذه الشرايين المائية ومن آلاف السنين استوطنتها شعوب الأمازون الأصليين. هل يعقل بأن في القرن 21 وما زال هناك شعوب بتعيش في هذه الغابات المنسية؟ راح نغادر ليما عاصمة البيرو لكويتوس عاصمة الأمازون اللي تقع إلى الشمال الشرقي من البيرو، ومن هناك راح تبدأ رحلتنا. تعتبر أكبر مدينة معزولة في العالم في وسط غابات الأمازون، ولا يمكن الوصول إليها عن طريق البر، فقط عن طريق الجو أو النهر. كويتوس تعتبر مدينة فاتنة، وهي سادس أكبر مدينة في البيرو من حيث عدد السكان، بتراوح عددهم بحدود 1,200,000 نسمة. تعكس العمارة والكنوز التاريخية في هذه المدينة للحقبة الاستعمارية الأوروبية. كان بيسكن في هذه المدينة أباطرة تجار المطاط في حقبة الاستعمار. راح استغل الفرصة خلال تواجدي في المدينة لزيارة السوق المركزي لشراء احتياجاتنا للرحلة اللي أنا ما بعرف قديش راح تكون مدتها. في سوق بلن بإمكاننا أن نحصل على كل شيء بدنا إياه، من خضار، فواكه، أسماك ولحوم وطيور وكل ما يحتاجه الإنسان. سوق بلن مش بس الأشياء العادية، حتى الأشياء الغريبة تباع فيه. هذا تمساح أسود يسموه الكايمان. هل الناس هنا بتحب تأكل لحم التمساح؟ بستاند الكونسوم سبيتش ميلانيس تشيتشارون enrollado con queso, jamón, en todo le comen a la gata. Es muy rica. وبالإضافة إلى التماسيح بيأكلوا كمان السلاحف، دودة الساغو والقرود وبعض الحيوانات الأخرى اللي بتستوطن الأمازون. هذه المأكولات شائعة هون عند شعوب الأمازون. راح اتوجه لاقصى الشمال الشرقي للبيرو على حدود مع البرازيل. راح يساعدني سلاح الجو البيروفي. من هناك راح تبدا رحلتي الحقيقيه في البحث عن قبائل الماتسس اللي ما زالوا معزولين في غابات الامازون بين البيرو والبرازيل. لا يعرف سوى القليل جدا عن هذه الشعوب، بس اللي بيعرفوا الباحثين كويس هو انهم بيرغبوا في البقاء من دون اتصال. هذه اخر قرية بيروفية على الحدود مع البرازيل. هلا ببعدنا عن البرازيل 50 متر فقط، من هون راح نبدأ رحلتنا. من هون راح تبدأ رحلتنا في النهر، في محاولتنا للبحث عن قبائل الماتسس واللي فضلوا البقاء في موطنهم الأصلي معزولين في وسط الغابات. هذا القارب راح يكون وسيلتي الوحيدة للوصول لقبائل الماتسس. بعرفش هل هذا القارب الصغير راح يكون آمن انه يقطع فيه كل هالأميال هذه في الأمازون.
هذه الغابات مش جنة أرضية، هي موقع حرب بقاء، وسكانها تكيفوا مع مخاطرها. الغابات المطيرة تعتبر أكثر بقاع الأرض زخرا بالحياة. هي مش بس مأوى لملايين الأنواع من النباتات والحيوانات، لكنها بمثابة الوطن للي بيعيشوا بين أشجارها الكثيفة. الحياة في الغابات المطرية الأستوائية كانت تتركز عند الأنهار لوفرة الحياة البرية فيها من أسماك وثدييات وزواحف وإلى آخره، وهذا أعطى وفرة للسكان المحليين من الغذاء. شعب الماتسيس عاش طوال قرون في عمق الغابات الاستوائية المطيرة، وتحديداً في الشمال الشرقي للبيرو وغرب البرازيل، وبيبلغ عددهم بحدود 2200 فرد. القبائل المتبقية ما زالت بتعيش في أعماق غابات الأمازون، بتعيش في مجموعات صغيرة. عشرات المجموعات ما زالت بتعيش في عزلة تامة وترفض التواصل مع العالم الخارجي. اضطرينا نوقف المطور، دخلنا في قنوات ضيقة. في بداية موسم الجفاف تبدأ تقل منسوب المياه في الأفرع تاع نهر الأمازون. إن شاء الله ترجع توسع هلا. معرفش كيف راح يكون الوضع. والله أول مرة مش شايف أنا كلها. أين بيانا؟ كلها ضحلة. أين بيانا؟ وخلينا نشرب. شو أنت شايف طريق تاني يعني من هون؟ شو؟ والله تعرف أكثر مني. كرو باوي كامبو. لا جميلة كويسة. أي. مفروض إنه عندنا يوم كمان لسه بالنهر. بعلى في الأرض. مبين عبيدي النهر أكثر. ما أعرف شلون حيوصل هذا الحكي. ثم العبيدي أشجار في الأرض تحت المي وحوالينا. شيء صعب هذا. والمر علينا. إذا ما انتم شايفين سكر هون الطريق، حننزل أرض ناشفة صارت، يعني فيش مجال إنه نزقها شوي وترجع ترتفع مستوى المياه. ما في أرض. قديش تتوقع تاخذ معنا وقت؟ اي نوكي نيتيا وايتي راتشو انكا نو دايري وشي نوكي نيلا ودي يومين، يعني زاد الوقت علينا. كان المفروض انه خلال يوم نوصل، هلا صارت بدها يومين. ان شاء الله نوصل بيومين. يعني
تتطلب السير في الغابات المطيرة مجهود مضاعف. درجة الحرارة فوق 32، نسبة رطوبة 100%، حتى التنفس بصير صعب في هيك مواقع. والمر في حي هون، الأمازون مليء بالمفاجآت، يعني دائما بيحضر لنا إشي جديد. هذه أفعى أمازونية، مش سامة طبعا. يا إلهي كيف الرسومات اللي عليها، بتجنن. يلا حبيبتي كملي بسلام. يلا والمر. واي ما تسس نبي انا ما تسس نيلك كيف عرفت؟ انا اسمعني نبي ما تسس انه ماني كيك شو جرموز هون. هاي في واحد اليوم شافونا. اوه هذا الثاني شاب. مرحبا. مرحبا. انا هون. شو ما شو بيعمل؟ يبي يستنك كيف؟ هاي بني تشو. هاي كتاك. ما تسو شو؟ هاي. شو؟ احنا جايين من مكان بعيد وحابين انه نزوركم، نتعرف عليكم، نشوف طريقة حياتكم الماتسس. مش كل الناس بتعرف عنكم، فإذا بتسمحوا لنا بدنا نقعد عندكم فترة صغيرة، مش حتضايقكم اكيد، حتى نتعرف عليكم. هاي برامو يكا ننبيت عطيات يوم كومينو بابيت كتا بيت كتبو نيتا شو شوكا برامو يبيتشو. ها اهلا فيك. هاي برامو يبيتشو. اهلين اهلين اهلا فيك. اهلين اهلين. شكرا. احنا معنا فريق بدنا نحكي لهم انه على اساس يجوا يكونوا معنا. شكرا شكرا. نحكي لهم انه يكونوا معنا. اي شكرا شكرا. وافقوا. شعوب الأمازون إلهم أسلوبهم الخاص في الحياة، وفي ممارسة طقوسهم اللي توارثوها عن أسلافهم، ولا بد من خوض التجربة إذا أردت إني أفهمهم بصورة أوضح. هم شعوب منحدرين من حضارات أمازونية ضائعة. أراضي الغابات الشاسعة اللي في الأمازون هي العنصر الأساسي في الحفاظ على بقائهم وعلى استمرارية تقاليدهم. شعب الماتسس بقدسوا الغابة حتى في وقتنا الحاضر، هي بتمنحهم كل اللي بيحتاجوه. وجودهم في الغابات يمكن أنه نطلق عليه الوجود المستدام، لأنهم بيستخدموا الأرض دون الإضرار بالنباتات والحيوانات. الأرض هي التاريخ، المعلم، الدواء، مصدر الغذاء، الملبس والحماية، وزي ما بيقولوا هي أم أجناسنا. وفقاً لبعض التقديرات، بيعتقد الباحثون أنه أول المستوطنات البشرية كانت في منطقة غابات الأمازون قبل 32 ألف سنة إلى 39 ألف سنة. ومن هداك الوقت تعايش سكان غابات الأمازون بشكل جيد مع فوائد وقيود الغابات المطيرة. أساس نجاح شعب الماتسس هو فهمهم العميق لهذه الغابات. النباتات هون بتوفر لهم كل شيء تقريبا، بيستخدموها في الأكل، بيستخدموها في الطب، في بناء بيوتهم، وحتى في بناء أسرتهم. شو اللي ممكن أتعلمه من شعب الماتسس؟
إيش عندهم من أسرار ما زالت خفية عن العالم وما صرحوا فيها إلى الآن؟ أنا متعطش لمعرفة شعب الماتسس والخوض في كل تفاصيل حياتهم ومعرفة معتقداتهم. بلاحظ أنتو شعب الماتسس البعض منكم بيحط أعواد في منخاره تشبه الجاغوار بتصيره، شو القصد منها؟ ناري ماتسس كينا أطوم باري أطوم باري ماتسس دي مستوس كي أري بدي كي أري بدي تانسياري كو مامو ميري سامبوية كما بينا أري بدي أطوم شيرو دي مستوس كي أري بدي دادا كومبان كينين شوبي كيني بي نيت نيت توس كي كومبانان أرين تانتياكي مي بي تشوي كيني بي وشكو تشوكي دي شو أرين بي دي ويسا مي تشوي دي شو أرين مي بي تشيئ نبي. أنتو كماتسس شعب بتعيشوا في الغابات، إيش هي معتقداتكم؟ إيش تأمنوا؟ أنا بي مي بي نوكي أرين كي نوكي تشيني تيو أرين بي مي ماتسس بي 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 نوكي نوكي نيت بتاعك أنا كينو كشيء بينه عايز مين بيجي نوي نيش مين بيجي نو مختص كمان بقى كده نكيني ومتى ما تجيب هذا نت أي تسيبه نو بقى بقى كونر شور كين كمتى ما تجيب هذا نت أنا نوي زين بتشي بس تاب بتشي بقى شو ده وانا زين بتشي بقى كده نت زين بتشي نو بقى بان نوي ما بنيون تاسوي نارم بين استن تشكب كان تشون تشتان كين ويش كبر اندي كون تان كين كين كما سفرن شي بار اندي وبو سي بي ادين بيدي سي بو سي ادين كاش تان كين دي بو تشتان كين ويش كبر ويش كبر اندي كون تان كين ارو سونا بيتي سي بي ما بيتي سي بي تان سانو تشون بيتا كين اندي ارو بي سي بار اندي ناري هاري ما تيس بي بين سون ايدين كما سفرن شي دين ني تشينو بيكس Sungguh kamu tak sepanjang cerita ni cuci kini ini, hati ini pen. خلال بحثي وقراءتي طوال السنين الماضية، ما قرأت أبداً بأن شعوب الأمازون كانت تأكل لحوم البشر. هذا مش هو السر الوحيد اللي بيحتفظ فيه شعب الماتسس. الهدف الحقيقي وراء زيارتي لكم هو محاولة فهمي لقبائل الماتس اللي ما زالوا بيعيشوا في وسط غابات الأمازون. بدي أنقل الصورة الحقيقية للعالم في الخارج. كين تانتي مبي سيارة بدانو تيار أري دي مبي بدانة أري مدي كتن سيارة أري سيارة كين. شو بتقصدوا في طقس الكامبو؟ نبي مبين عندهم بيركا مبي سمعون داو كين سمعون أري أسمع بي فارياشون بسون مبي فارياشون داو كين سمعون دي. بربط الضفدع من ايديه ورجليه عشان يتضايق، جسمه بصير يفرز السم، هذا هو اللي بدهم اياه. هلا بدي يقوم بعمل حرق في الجلد على اساس من خلاله يدخل السم تبع الضفدع. اللي بيميز طقس الكومبو هو حالة التركيز والصفاء الذهني اللي ممكن انه يوصل لها الشخص، وكمان بيزيل العقبات الروحية بعد ما يتفاعل السم داخل الجسم. من السيء انه يشم الواحد ريحة جلده وهو بيحترق. سيابلو
بشيل الجلد اللي انحرق على اساس السم يدخل مباشره للجسم. سلام بينا شو ما كنت تسجل لا وشو ما يا مي بي مي 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 من اللحظة اللي حط السم على إيدي حسيت إنه جسمي هيك دخل له حرارة. الجسم صار سخن. بحس انه تخدير صار في ايدي ورجلي. بدأت أشعر بمفعول السم في كل أنحاء جسمي. بدأ الأمر يزداد سوء. إيش اللي عم بيصير معي؟ هل فعلاً كان من الخطأ إني أخوض هذه التجربة من دون أن أعرف مدى خطورتها؟ سم الضفدع بيأثر على الجهاز الهضمي والدورة الدموية والأمعاء وكمان بحفز الغدة النخامية في المخ، وهذا بيؤدي إلى تحفيز جهاز المناعة في الجسم. في معتقدهم الكامبو بعيد التوازن الطبيعي بين الجسد والروح. بدي انام لازم انام.